بتقلد لنا التمثيل. انا نفسي، وانا عارفه ان انت عملت فوازير قلدت فيها مجموعه من المطربين، وداع الصافي ومش عارفه مين ومين ومين، ناس كتير قوي. 30 مطرب. طب 30 مطرب، قول لي بقى اي اغنيه من لمطرب المطربين دول. هو انا كان المشكله ان انا كنت في تقليد المطربين دول بحاول اجيب الصوت، يعني نبرات الصوت. يعني مثلا كنت حلقه عريس محمود كنت بغني مثلا منديل الحلق منديله على دقه قلبي، دي نبرات عبد العزيز شكوك اللي كنت بقلده بمزاج قوي. الشيخ سيد مكاوي الله يرحمه، الله يرحمه، كنت حبه جدا كمان. طب غني لي حاجه بقى سيد مكاوي. انا في غنوة كنت احبها قوي قوي، بس فكرين لو انا غلطت فيها. قول فيها. ما تسيبنيش انا وحدي، ما تسيبنيش انا وحدي، ما تسيبنيش انا وحدي، افضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، خلي شويه عليا وخلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شويه عليا وشويه عليك. بام 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 بام. وهكذا. الا مش تكمل ده كفايه. مش عارف ازاي. را 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 اللي اللي را 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 را. هو في حته الليل 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 ترا را 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 الليل بدموع قاسي ويا ويلي من سكاته صبري لا 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 بانجيرا. يا سمير يا سمير. طب ما انا في الحفظ نيله. لا مش يعني لو طلعت مطر لازم واحد يلقني. طب اسمع، طب قول لي واحده تانية كمان. ما فيش حد تاني انت فاكر له حاجه بتحب بتغنيها له؟ انت بتقعد تغني كتير. انا كتير اقول لك مين. في فريد، في عبد الوهاب. طب انت بتحب تقلد مين؟ انت دايما طول ما انت ماشي بتغني. انا عمري ما شفتكش وانت ماشي بره الشغل كده بتغني على طول. بحب ادندن. طب افتكر حاجه او غني حاجه. دياب. يا سلام يا ريت. عودوني عودوني عليك احبك، عودوني عودوني لحد ما نط في الميه، عودوني. لذيذة جدا. انا بقيت خايف على عمرو ويقع من فوق لانه كان فوق صخرة قربوا. حتى هو بيغني تحسه كان بيبص تحت. عودوني. لذ عمرو بموت فيه. وكمان جميل محمد فؤاد في ايه بقى؟ الشريط الاخراني عجبني قوي 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 بتاع اللي بيصفر فيه ده بتاع ماتش الكورة ده. ايوه لا لا قول يا سمير. لا والله الغنوة لا انا بتعجبني قوي غنوته بالذات بيقول فيها اسمعني قبل ما تبعد قبل ما تزوغ حاجة كده قبل ما تهرب اسمعني عملت ايه استاهل علي الظلم فيه عملت ايه استاهل عليه الغدر بيا كل السنين دي مش عارفيني انا بس عجبني قوي عملت ايه دي اللي عجبتك يصعب عليا قوي بس جميل شيء جميل جميل. انت بتحب مين من المطربين اللي قدام بقى؟ القدام طبعا على راسهم الدكتور عبد الوهاب. ممكن يعني اشمعنى قلت الدكتور عبد الدكتور عبد هو لازم يتقال له دكتور ليه؟ لانه جبل هرم يعني يا حياته بيقول جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا ايه؟ لازم حد يلاقيني ولا قايلين ايه؟ مشاوير مشاوير مرثومه الخطوينا تاني مشاوير 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 مرثومة شفيق جلال
كمان موجود فيه. قلت بس انت ما كملتهاش لعبد الوهاب ليه؟ ما بس مشاوير، اصلا مشوار طويل. طيب هو ما حدش يقدر يقلد عبد الوهاب ابدا. طبعا انا اصلا يعني كنت كمان في قصه مش هي حلوه يعني مرثومه منك او مرثومه من مشاوير مشاوير. انت عارفه انه كلمني مره قلت لك انا دكتور عبد الوهاب قال لك لما كنت عملت الفوازير بالظبط سنه 83 وكانت في حلقه من الحلقات قلدته فاتصل بيا انا اتخضيت يعني لقيت التليفون بيضرب قلت الو لقيت الو قلت ايوه يا فندم قال لي انا الدكتور عبد الوهاب انا قلت ده واحد بيهزر صوته باين بس النبرات ترعش والله العظيم جسمي ترعش في التليفون بعدين لما اتاكدت قلت اهلا يا فندم ازي حضرتك قال لي يا سيدي انا عزمك على الغدا بكره الساعه 1 قلت له حاضر يا فندم فكان لقيت بعدها على طول اتصل بيا الاستاذ الصحفي محمود عوض ايوه الصحفي الكبير ده اخر ساعه اظن صديق يعني قديم من زمان فكلمني قال لي كلمك عبد الوهاب قلت له يعني ده حقيقي قال لي طبعا وعزمك على الغدا بكره قلت له الساعه 1 انا اتغدى الساعه 1 انا بفطر الساعه 1 قال لي مفيش هزار 12 ونص هكون عندك ورحت بقيت ما نمتش ليلتها ان انا هروح اقابل عبد الوهاب طبعا رحت دخلنا انا والاستاذ عوض قعدنا دخل علينا بالروب المهيب سلمت عليه كده وانا مش مصدق فقعدت فقال لي الجمله اللي انا بعتبرها وسام على صدري قال لي يا ابني انت شكلك وثيم واسنانك بيضة زي اللولي الله والله جميل ومع ذلك بتضحكني من القلب بعكس بعضهم يحتاج الى مجهود عشان يضحكني يا فندم يعني انا ما عملتش حاجه تعرف ما عملتش حاجه فقمنا بقى نتغدى بقى متعه وهو بياكل متعه يعني انا بقيت اشوف ايديه وهي بتاخد حته الديك الرومي كده على الطبق ويقطع الاكل ازاي وبعد ما يخلص يمسك البرتقانه وهو بيتكلم احنا كلنا ما ناكلش انا ايدي شغاله على الهوا يعني قاعد باصص له والله وهو ما بطلش كلامه وهو بياكل وبعدين برتقانه ينضفها بحيث تحس البرتقانه دي مغسوله بالصابون ما فيش عرق حاجه فيها تتاكل واحده واحده بعد كده الجيلي ياكل جيلي وبعد ما خلص راح مسقف قال لي يا بيبي كان بينادي مدام نهله يا بيبي العسل بعد الاكل بعد الاكل عسل نحل انا شفت عسل نحل بقى يا مدام صفاء تحس ان نحلايه نحلايه جايبينها يقول هنا عشان ده لعبد الوهاب يعني نحلايه نحلايه مش اي نحل بيجي خد معلقه العسل من يوميها وانا مديها عسل تاكل عسل بس طبعا اي عسل انما عسل نحل عبد الوهاب ده ما يتعوضش طب فين بقى شفيق جلال اللي انت شفشق حبيبي قلبي ربنا يديله الصحه ده يعني بعتبر هو ملك الموال يعني هو من بدع الموال الشعبي سمير انت كنت بتغني له على المسرح كتير والموال بتاعته قول بقى الموال مش فاكره في فيلم عملناه صحيح وجا هو غنى موال في الفيلم ده كان موال حزين قوي طبعا مش فاكره كان لذيذ يعني انا احب نبرات صوته يعني يقول لك مثلا شيخ البلد خلف ولد يا فرحته قلب شرح عامل فرح لخلفته شيخ البلد شيخ البلد كفايه لحسن هتمطر هتمطر على فكره مش انا بس ده كل المصورين بس انا سمعت كلب هاوها وبعد ما خلصت مش تبعك مش تبعنا طب الحمد مش لله علينا مش علينا طب اسمع بقى تعالى نغني مع بعض حاجه على البيانو بس قول لي هتغني ايه اما نوصل للبيانو ربنا يسهل على العموم انت لابس ومتدفي ده بتاع الغنى ده معلش ان شاء الله ربنا هيرزقك ببلطو يا رب يدفيكي thank you.
ما تحس انك متدفيه. اه برضه حلوه طبعا. انت بقول لك ايه، نعم. بتؤمن بحكايه البوسه في العين تفرق؟ والله البوسه في اي حته بتفرق. ليه يا سمير؟ ليه خير؟ لا اصل البوس دلوقتي غير زمان. آه. لا 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 ايه بس من زمان خلاص خلاص. سمير يلا دلوقتي الناس في بلاد بيسلموا من بعيد خالص بعيد خالص كده خلاص في الهواء خلاص مفيش وقت دلوقتي. نروح بقى لمكاننا تاني. مش هناخد تاكس ولا برضه على رجلنا؟ لا على رجلنا بالبلاطي بقى. اتفضل. احنا بقينا بالبلاطي والحاجات. اتفضل. اسمح لي بقى نشوف شاشتنا مرة تانية. اتفضلي. نشوف عليها ايه. مساء الخير يا استاذ سمير. يعني برضو انا بتكلم معاك على او هبتدي اتكلم معاك في حاجة رسالة كده بقولها لك سريعة. اني انا شفت المسرحية الاخيرة اللي بتتعرض حاليا وشفتها اكتر من مرة بكذا بطلة. انما الحقيقه ما كانش يهمني قوي ان اشوف البطله اللي قدامك قد ما كان يهمني ان انا اشوفك انت على المسرح. وانا الحقيقه لما قعدت وشفت المسرحيه طول الوقت كنت بدور عليك، ولغايه ما خرجت من المسرحيه برضو فضلت ادور عليك. ما لقيتش اللي انا اتعودت عليه ولا اللي انا طلعت وشفته في سمير غانم، وما لقيت مواقف كوميديه يعني نادرا ما تضحك وكثيرا ما تثير العجب. بسأل فين هو سمير غانم؟ يعني سمير غانم كان مجرد ما يطلع بس له يعني رد فعل عالي جدا، يعني بنتبهج بهجة. أنا دلوقتي بدخل معايا البهجة القديمة بتاعت سمير غانم، بدخل بانفعالاتي ومشاعري القديمة ناحية سمير غانم. إنما لما بشوف الموجود دلوقتي ما بلاقيش سمير غانم، وبفضل أسأل عليه وأدور عليه. ودلوقتي أنا بسأل عليه، أنت بتبذل جهد وبتبذل مجهود، بس فين بقى سمير غانم؟ ساعة صفا. فين سمير غانم؟ يعني طبعا بحترم رأيها جدا بس هو يمكن يعني مش عارف المسرحية الأخيرة اللي هي بهلول في اسطنبول، هو يمكن أنا ما كنتش أناني في المسرحية، مدي مجال كبير لمجموعه ومجموعه شبان حلوين بيموتوا من الضحك. بس طبعا بيبقى فرق من ضحكهم والضحك بتاعي انا. يعني ما كنتش انا النجم الاوحد المنفرد المسرحيه زي بعض النجوم من اول المسرحيه لاخرها. ودي كانت ودي احتسبت لي النقطه دي يعني عند الناس. طب هل ده صح انه يبقى النجم من اول كلمه لاخر كلمه؟ لا، ما انا بقول لك عشان كده بقول المذيل كان دلوقتي يعني ان يمكن هي بالعكس، يمكن المشاهد اللي شافتني فيها كانت قويه جدا. ما اعرفش يعني هو طبعا رأي، بس يعني بتقول دورت على سمير غانم ما لقيتوش، يمكن كان سمير صبري اللي موجود او سمير الاسكندراني. لا انا كنت موجود، والبهلول من المسرحيات الناجحه قوي واستمرت 4 سنين، وحتى نجاحها في البلاد العربية كان مدوي جدا يعني. بس برضو أنا بحترم رأيها، بس برضو بقول لها إن أنا مش من النجوم اللي أمسك المسرحية من أولها لآخرها، وعندي هذه الطاقة موجودة الحمد لله. أنا لازم أدي فرص لناس جنبي، سواء ستات أو رجالة أو وجوه جديدة، بديهم فرص حلوه قوي انهم يشتغلوا، لان لما هما بيبقى حلوين انا ببقى حلو. بس بقى اوعدها ان شاء الله المسرحيه الجايه هتلاقي سمير غانم موجود بقوه كمان اكتر من الاول.
سمير برضو نستمر مع شاشتنا ونشوف مين على الشاشه. اما اشوف اخر شاشاتكم دي ايه. طبعا بسلم عليك يا استاذ سمير، وعايز اقول لك يعني انا احد المعجبين بيك طبعا، بس عايز اقول لحضرتك حاجه. الفتره اللي جايه فتره نجوم الشباب والشارع كله، حضرتك شفت اكيد فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه للاستاذ هنيدي، وشفت المسرحيه بتاعت الاباندا اللي فيها علاء ولي الدين ومحمد هنيدي، وشفت الاقبال عليها قد ايه. السؤال اللي انا عايز اساله لك هو ايه؟ سمير غانم بعد السن ده كله والعمر في المسرح كبير طبعا، اعد نفسه ايه للفتره الجايه؟ يعني الفتره الجايه دي عايزه اعداد من سمير غانم بحيث انه يفضل على الساحه بشكل انه يقولوا ان سمير غانم ما زال لسه على القمه. طبعا القمه دي بتتسع لناس كتير جدا، ومفيش حد بينفرد بالقمه طبعا خصوصا في المسرح، وانت عارف طبعا الكلام ده. انما الفتره اللي جايه ما تهيأليش ان حضرتك هتقدر تمشي في نفس الطريق اللي حضرتك ماشي فيه. اكيد لازم يكون في تغيير، والتغيير ده لازم يواكب العصر ولازم يواكب الجمهور اللي عايز حاجه جديده. فعايز اسالك وتجاوبني قدام الناس طبعا، وتقول لي انت اعددت ايه للفتره القادمه، وخصوصا انا عارف انك دماغك مرتبه وانت عارف انت بتعمل ايه. شكرا يا استاذ سمير. ساعة سفر. وهو طبعا النجوم الشبان الجديده اللي طالعين ده شيء جميل جدا، وشيء بيدينا احنا الجيل بتاعنا بيدينا قوه اكتر وحماس اكتر. انما اعتقد ان كل واحد لينا له تاريخ، يعني كل الوجوه الجديده دي وجوه لسه اثبتت نفسها بس قدامها فتره طويله قوي، لان النجاح سهل بس الصعب هو الحفاظ على النجاح. اصعب طبعا. كنا احنا قعدنا الفتره دي كلها ولا زلنا الحمد لله لنا جمهورنا ولنا تاريخنا، ده يعتبر مجد، يعني مجد احنا نعتز بيه. فكنا ان انا بعد ايه للمرحله اللي جايه دي، حاجات بقى لا يعلمها الا الله بقى. يعني انت مش معد حاجه لسه؟ معد طبعا، بس ما اقدرش اقول انا بعد ايه. يعني انا ببتدي طبعا كلنا بنعيد حساباتنا تاني من الاول، بس عايز اقول حاجه. مجال الكوميديا اصله مجال واسع، البحر بحر كبير قوي لا ينضب. فاحنا لو شفنا حتى كل الشبان الجداد والجيل الجميل اللي طالع ده، لو نشوف نراجع افلامنا اللي احنا عملناها زمان القديمه، هنلاقي كل الحاجات دي اتقالت كلها بلا شك. طب كويس، ده هيدفعني اسالك سمير يعني. طب ايه سر مثلا ظاهره محمد هنيدي؟ يعني هل ده ظاهره ولا هل لا؟ بالعكس، يعني الولد ظريف جدا وشربات ودمه خفيف جدا. انا شخصيا بحبه جدا. ومن ضمن اسباب نجاحه انه طبيعي مش مكلف، يعني ما بيبذلش مجهود في النكته عشان تضحكك او الافيه، فده شيء طبيعي فيه، فده ربنا اداله القبول مع الناس. طب ولسه قدامه مشوار طويل يعني. اكيد طبعا. طب هل الظاهره دي انت حطيتها بصراحه بدون احراج، حطيتها في اعتبارك او يعني يعني انت حطيت انه اكيد مش انا بس، انا وزمايلي كلنا. انما اللي انا عايزه اقوله، هم قاعدين يقولوا ازمه سينما. جه محمد هنيدي عمل 25 مليون جنيه ما شاء الله يعني. في الفيلم. فهل الموضوع يبقى مفيش ازمه سينما بقى؟ ما أنا قلت يبقى في ازمه كوميديا. مفيش ازمه في سينما، في ازمه موضوعات اطلاقا. يعني مفيش ازمه سينما. امال في ايه؟ مفيش سينما. اعتبرها حته انتفاضه جماهيريه. لان حصل نوع من الملل من الموجودين في الساحه، يعني انت حصل نوع من الملل من الموجودين في الساحه بالنسبه للسينما. نعم. فراح حصل هب على طول. لا الجمهور اصله والله هبوا. وبعدين الجمهور غدار. ليه بقى؟ في ثانيه
في ثانيه على طول الناس كده عايزه كده، مره هنا تلاقي ده تروح رايحه لده، بعدين تروح راجعه لده، رايحه لده. ومش عندنا بس على مستوى العالم. سمير، هل تعتقد ان هو ممكن يشكل خطوره على نجوم كوميديا كبار مثلا تربعوا على الكوميديا؟ ليه لا؟ ليه لا؟ مليون المية، يعني دي سنة الحياة. ممكن على طول. فهو المهم اللي هنا بقى، المهم هو التفكير، والمهم الايه؟ البقاء، اثبات الوجود. في المراحل السن دي اثبات الوجود، والكوميديا تستحمل لحد 90 سنة يبقى كوميديان كويس. هل في ظل الظروف المتغيرة اللي حاصلة دلوقتي صعب البقاء واصعب من الاول ولا لا؟ البقاء هو البقاء عموما صعب في اي ظروف، يعني انك تثبتي نفسك في اي ظروف دي عمليه صعبه. فما دام جاتك الفرصه تمسكي فيها كويس. واخد بالك؟ هي دي النقطه. سمير غانم حاله فريده في الكوميديا المصريه، وهو الفنان فعلا اللي ملوش شبيه وملوش استاذ واضح، يعني تقدر تقول ان ده استاذه او ده خرج من عبادته. سمير غانم حاله خاصه جدا من الكوميديا، لو جت صورته قدامي من غير ما اعرفه لا يمكن اوجهه ناحيه الكوميديا ولا اقول ان ده كوميديان. اقول ده جان برومي وسيم، شكله جميل ينفع يحب البنت والبنت تحبه في الافلام. ولكن سمير غانم كسر قاعده الدمامه في الكوميديا او الوش اللي فيه بعض الديفوهات او العيوب، واستطاع ان هو يبقى بهذه الوسامه وفي نفس الوقت بهذا الكم من الاضحاك الرهيب والقدره على الاضحاك اللي ما تكررتش. السؤال اللي احب اقوله بقى لسمير غانم نجمي الكوميدي المفضل، هو سؤال خاص يمكن هو ما يتوقعش ان انا اساله فيه. لحظه جمعتنا انا وهو في دبي في مكان ما وكنا بنتكلم، فقال لي ان احدى بناته كانت قبل ما نروح دبي نعرض الروايه قالت له انها بتقرا قران بشكل جميل جدا ودائم وبتحافظ على الصلاه، وابتدت تقول له التمثيل حرام وان عندها اتجاه يعني متحفظ على شغلانه ابوها. وقال لي حقيقه انه محتار جدا انه هيقول ايه لبنته، يعني مش عارف يقول ايه، وفي نفس الوقت هو حابب انها تتجه الاتجاه السليم والصحيح ده. فانا ما اعرفش حصل ايه في الموضوع وما اعرفش هو قال لها ايه، فيا ريت نعرف كلنا بقى حصل ايه. ساعه سفر. هو انا طبعا بشكر الاخ يوسف معاطي المؤلف والسيناريست الجميل، وهو على فكره عمل لي مسرحيه بهلول في اسطنبول. مسرحيه الجميله، وكان حتى في وسط النص كان في مواقف جاء بعدها قال لي انا كمؤلف كان ده خيالي، بس ما كنتش عارف انك هتعمله كده. يعني حد تطلع المشهد بالشكل ده الحقيقه. وان شاء الله هنتقابل تاني مع جو باذن الله. هو دلوقتي مشغول جدا طبعا في فيلم تاني للاستاذ عادل امام، وبيعد مسرحيه للاستاذ عادل امام كمان. ما شاء الله. فبالنسبه للحكايه دي يا جو بقى، حكايه البنوتي و دلوقتي يعني اقنعتها طبعا ان الفن ما هوش حرام ابدا ما دام بتؤدي رساله، انما دام العلاقه بينك وبين ربنا سليمه ومظبوطه وما بتعملش حاجه تغلط ربنا فيها خلاص ما فيش اي عتاب عليها. واقنعتها وفعلا بدات تتجه هي كمان حاليا دلوقتي بدات تتجه للغناء، لان صوتها من اقوى الاصوات اللي انا سمعتها، وبحاول انميها ان شاء الله وهقدمها في الوقت المناسب. طب هل خدت مساله اقناعها بالحكايه دي خدت وقت، والا وحالها بكده يعني؟ انت عارف الاطفال في المدارس وبتاع بيقعدوا يسمعوا كلام بعض او يمكن قريت خبر كده او حاجه. لان من المدارس اخطر حاجه وجود الاطفال مع بعضيهم، واصبحوا جيلهم دلوقتي اكتر مننا، بيفهموا اكتر مننا ويعرفوا اكتر مننا في جميع المجالات. سمير، هل انت بتحافظ على الصلاه وعلى قراءه القران؟ الحمد لله. يعني دي خليها بيني وبين نفسي وبين ربنا يعني. مجرد سؤال يعني المعلومه دي. طبعا بحافظ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هل ده بعد البنت ما قالت لك ولا ده طول عمرك سمير؟ والله هي لغايه دلوقتي. يعني بس ما بتقوليش كده بقى لغايه دلوقتي.
يعني لغايه دلوقتي قبل ما انزل تقولي الدعاء ده لازم تقوله. يا سلام. وقبل ما تدخل مسرح الدعاء وكاتبهم لي ما شاء الله على الورق يعني تقول الدعاء ده حاضر. حتى وممكن لما تسالك تقول لك صليت يا بابا ولا لا هي بس ما بتستحملش مني كلمه الا ما تقع على الارض. يعني في مره كنت تعبان فبتقول لي يا بابا صليت؟ قلت لها ما انا صليت امبارح. بس بقولها بجد دي وقعت على الارض وبالتليفون لاصحابها قالت له بقول لبابي صور. فضحتني كلمه يا دودي. هل انت بتعمل كده مع مامتها برضو في البيت يعني؟ دلال على فكره كمان في يعني بالنسبه للصيام والصادع دلال في رمضان ما تعرفهاش. يا سلام. واحده تاني خالص. طب هل البنت برضو معاها بتعمل كده برضو وتقول لها اقري دي يا مامي صلي دي يا مامي ولا الاهتمام شخصيا بيك انت بس؟ لا بي انا اكتر. ليه؟ ما تفهميش يمكن البنت مع باباها حكايه وانا اصلي مش مجرد اب انا بصاحبهم. بصاحبهم خالص يعني. حلو. خالص ماناش اب متزمت او عنيف او بتاع. اوجه بس وارين الغلط فين والصح فين. اهو الغلط اهو الصح اهو خلاص يعني. عشان ما يبقوش يحسوا ان في حد مراقب يعني بيراقبهم بخليه ضميرهم هم يعني منهم من نفسهم منهم لطبعا. طب انا هسالك سؤال وتجاوبني بصراحه قوي. ها هل لو كانت طلبت منك انها تلبس مثلا الحجاب كنت وافقت؟ والله لو هي عايزه كده خلاص صحيح. لو هي مقتنعه بده خلاص ما تدخلش. انا قصدي حاجه بتاعتها هي. لو انا اعرضها في حاجه زي كده ابقى انا غلطان. طب سمير احنا سمعنا فتره من الفترات ان دلال كانت بتفكر في حكايه الحجاب وانها تعتزل ولا اعتزال، هل الكلام ده حقيقي؟ هي جت لها جت فتره كده. جت فتره وبعدين ما فيش. قلت لها طب قولي لي بقى عشان اجوز واحده تانية دلوقتي تشتغل معايا وتساعدني في البيت. فراحت قالت طب استنى شويه. لا سعيد والله سمير. لا والله برضو هي براحتها سبتها هي براحتها. اصل قالوا ان انت كان ليك دور يعني في الحكايه دي ولا اقنعها انها تعدل عن القسم؟ لا 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 انا ما بتدخلش في المسائل الدينيه دي اطلاقا. طب خدت وقت قد ايه عشان تقنعها انها تعدل عن رايها؟ هي اقنعت نفسها لوحدها. يعني هي تعتبر اصل الحجاب اللي هو الشكل يعني محجبه كده. انما انما هي في جواها ايمان فظيع يعني. طب هل ده كان يعني تفكيرها ده جه نتيجه واقعه معينه حادثه معينه حاجه؟ يمكن يعني يمكن بعد فتره افتكر كان وفاه الفنانه مديحه كامل الله يرحمها. كانت تاثرت بيها تاثرت بيها وكانت وصاحبتها او هي كمان مديحه الله يرحمها كانت انسانه في الفتره هي اتحجبت فيها دي كنت تقعدي معاها انسانه تتكلم كلام جميل وتقول حاجات جميله. قعدت معايا سمير قبل ما لا قبلها بشويه يعني. وبعدين كانت الفنانه مديحه كامل انا اللي جايبها من اسكندريه اساسا. ما انا عارفه انت مديحه. اول ما جت مصر جت معانا احنا كانت صديقه بقى. صديقه سنه كانت عظيمه وكانت صديقه لدلال طبعا. طب سمير ومقنعه يعني مقنعه وتقعد معاكي تقنعك برايها بسهوله جدا. اصل وسيله الاقناع دي مهمه جدا. الاقناع والشخص اللي يقتنع بقى. طب انا سمعت ان دلال كانت ناويه تعمل قصه حياه الفنانه شاديه. ولا زالت ولا زالت ولا زالت بس الفنانه شاديه اعترضت اعتقد. ما اعرفش لان افتكر كمان اللي يمكن يعد هذا الفيلم اعتقد الاستاذ احمد صالح السيناريست. انما الموضوع المشروع لسه قائم. المشروع لسه قائم. سمير ناخد فاكس من فاكساتك؟ خدي. طيب اسمح لي اخد اول فاكس كده يعني. النجمه والمذيعه صاحبه اروع ابتسامه شكرا صفاء بسعود بنحبك كتير كتير على حلقات برنامجك الجميل ساعه صفاء. واهلا بسموره معانا في ساعه صفاء. ارغب في ان اساله لا تخشى على فطوطه بعد رحيل والده الشرعي الاستاذ فهمي عبد الحميد؟ يا سموره انت مجازف
وعلى الحقيقي أنك رفضت اشتراك النجمة هالة صدقي معك في فطوطة الجديد بسبب إصرارها على كتابة اسمها قبل اسمك. عموما فطوطة وحشنا كتير ونحن في انتظار سمير علي حسن المعادي القاهرة. لا هو طبعا أنا لا أخشى على فطوطة إطلاقا طالما أنا موجود. أنا فطوطة. أيوة. يعني واخد بالك. فطبعا بعد رحيل الأستاذ فهمي عبد الحميد أنا جبت ابنه اللي هو وائل. وهو وائل يمثل الموجة الشبابية الجديدة. حتى ما رضيتش أعترض له في أي طلبات طالبها هو. طالب مدرب رأس جديد، مع أن أنا دايما بحب دايما الأستاذ حسن عفيفي لأن تاريخ معايا. ما خليته هو يشتغل براحته. وجاب مين مدرب اللي معاك؟ لا أصلا ما عملش استعراضات يعني. بس هو جاب ولد شاب جديد كده ظريف كويس. عمل تتر ظريف. وحتى جبت اخوه اللي هو محمد عمل اللحن بتاع المقدمه ونجح فيها جدا 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 يعني. انا اللحن بسمعه بردده اوتوماتيكلي يعني. فسبته يشتغل براحته خالص. فما فيش خوف على فطوطه اطلاقا، بالعكس ده في حاجات تانية لسه محضرينها الفطوطه حلوه. بس اما نشوف التجربه اللي احنا عملناها، وانا بعتبرها تجربه بسيطه ومتواضعه جدا يعني، ما حصلش فيها فرد عضلات إطلاقاً. هو طبعا الحقيقه التجربه بالتحديد ناجحه الحمد لله. يعني الحمد لله نجاح مع جمهور واستمتعنا بيها جدا يعني. الناس جريت على وسط الفطار تتفرج على فطوطه حقيقه. بالنسبه لحكايه الفنانه هالة صدقي، ما اعتقدش طبعا هالة صدقي دي اختي وصديقتي وحبيبتي يعني وتلميذتي برضه يعني. انا اكبر منها بكتير وهي بتسمع كلامي والله. بس اعتقد 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 يعني انا ما اعرفش الحكايه ايه، بس اعتقد ان الفنانه هاله كانت مشغوله او مرتبطه باعمال يعني. ده السبب مش موضوع الاسم. لا 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 ما اعتقدش الاسم. مش الاسم. لا ما اصل يعني انا فطوطه، فمش ممكن هاله هتقول اسمي او يعني. وانا عموما برضو ما بتدخلش في دي، بسيبها لتقدير الفنانه واحساسها يعني. بس هو فعلا يعني اللي انا عرفته، انا شخصيا ما شفتهاش خالص ولا اتكلمت معاها. يعني كانت مرشحه بس. كانت مرشحه بس اللي عرفته ان كانت مواعيدها مش مظبوطه مع مواعيد المسلسل. فكانت مرتبطه وهتسافر امريكا وحاجه كده يعني. يعني انت مش دبلوماسي في الاجابه دي. لا والله انا شيك. تورت الجوابات. احنا ساعه ما قلنا سمير غانم جاي كميه جوابات فظيعه جات لنا. اسمح لي اختار لك كده جوابين ثلاثه بس منهم. اتفضلي قولي رايك. نبتدي بده. ممكن تجاوبني بصراحه وترد عليهم. الجواب بيقول: النجمة الجميلة المذيعة خفيفة الظل صفاء أبو سعود، شكرا جزيلا. بلا شك ستكون حلقة رائعة لأنها ستذكرنا بأروع وأخف ثنائي ناجح أمتعنا من خلال الموسيقى في الحي الشرقي. والله زمان يا سمير ويا صفاء. مرحبا بك يا سمورة. ودعني أسألكم سريعا، منذ موسيقى في الحي الشرقي حتى الآن، هل حقق كل منكم ما كان يتمناه ويخططه لنفسه؟ وياريت كل واحد منكم يحكي ماذا تغير في الآخر منذ موسيقى في الحي الشرقي حتى الآن. في أسئلة تانية يا سمير، نجاوب ده وبعدين نكمل. تالي سؤال سؤال. نقول سؤال سؤال. أي. إيه رأيك؟ هو اللي اتغير فيا يعني من الموسيقى؟ هو طبعا انا في وسط البرنامج حصل تغيير، لان كنت من غير بالطو دلوقتي لبست بالطو يعني حتى برنامج، فما بالك بقى من كام سنه. فلازم يحصل تغيير. بس هو اللي انا اقوله كلمه مختصره عن موسيقى في الحي الشرقي، انها من اجمل المسرحيات اللي انا بعتز بيها، لانها كانت بدايه ظهوري وبدايه انطلاقه ليا انا على المسرح كسمير غانم يعني. لان كنت اول مره احس ان انا اقف اقول مشاهد مرتجله. حتى لو فاكره انت حضرتك كنت بتضحكي في حياتك.
كنت بوظ لي حاجه. كان اصلا كانت حاجه الحقيقه برضو الواحد يذكرها. يعني انا عايز اقول المشيكه برضو في الحياه الشرقي كانت بالنسبه لي نقطه مهمه جدا. انما كان سمير عامل حاجه جديده في المسرح، ان هو كان يقول حاجات بتفاجئنا وما شفناهاش في مسرحيات قبل كده، فما كنتش بقدر امسك نفسي، وكتير قوي كنت بضطر اسكت وازعق كتير، وبلاقي نفسي بزعق في المسرحيه دي بالذات عشان اغطي ان انا عايزه اضحك. مشهد المطربين وانا بحكي لك على ان ازاي تعليم البنات مزيكا، وانا بناتي ما يتعلموش مزيكا، وببتدي احكي على كل المطربين وانت مخضوضه وتقول يا سلام وازعق يا سلام، واقول لك على محمد طه وعبد الحليم كان مشهد جميل جدا. فالمسرحيه دي الحقيقه انا بعتز بيها لغايه دلوقتي. كون بقى اللي حصل تغيير، طبعا اكيد يعني حصل تغيير وحصل تطور. يعني انا لا كبرت لا آه كنت بقى لسه شاب صغنن بقى وطايح على المسرح، بس الحمد لله ما فرقتش كتير، ما فرقتش كتير، ما فرقتش كتير حاجه. عموما يعني انا عايزه اقول انه موسيقى في الحي الشرقي دي من الاعمال اللي انا مش عارفه اعمل فيها ايه، لان ملهاش حل، ملهاش حل. كل الناس بتكلمني عليها دايما بيحبوها. وعموما طبعا اما بيبقى في عمل ناجح زي كده الواحد برده بيحبه بيفضل يعني معتز بيه. مكتوب: عزيزي سمير، كنت قد سمعت لكلمة في بداية شريط تغني فيه أغنية أسمى منا شريط كان اسمه منا منا، وكانت كلمتك للضيف أحمد وكدت أبكي وأنا أسمعها، هل لك أن تعيدها لنا الآن؟ هو أنا الحقيقة في الشريط كان كله المفروض شريط كان أغاني مرحة. نعم. فجاني الاخ المؤلف بالذات للكلمه دي، قلت له انا يعني مفيش داعي ان انا احط حاجه مؤثره في وسط الشريط. قال بس اسمعها حضرتك. الفظاعه بقى ان بالذات الملحن عامل موسيقى تصويريه وراها رهيبه. لقيت نفسي بدون ما اشعر بقول الكلام والدموع بدات تغرغر على عيني. الكلام كان فظيع قوي. طب ما انتش فاكر الكلام يا سيدي؟ هو انا مش فاكر طبعا، بس انا بس فاكر فيها جمله في اخرها ان انا كنت بقول له ان احنا انك انت ضيف رحلت وقاعد دلوقتي في عالم تاني وفي دنيا تانية وبتضحك وسعيد، بس كلنا هنتقابل وكلنا جايين. يعني كنت جمله معناها ان الحياه بتنتهي طبعا وكلنا هنتقابل في حياه تانية ودنيا تانية وهنضحك وهنفتكر وحاجه كده يعني. الجمله الاخيره دي بالذات كانت صعبه قوي. انت سمير وسجلتها بعد اذنك مره واحده، ما قدرتش اعيدها. طبعا انا كانت مؤثره جدا يعني. انت اللي قلتها من عندك، مش ما كتبها لكش؟ لا مكتوبه شعر، هو اللي كاتبها الشعر. شعر كده بس مش فاكر اسمه الحقيقي، بس كانت كلمه مؤثره جدا. كلمه رساله للضيف حلوه. لماذا فشل التعاون بينك وبين المخرج جلال الشرقاوي؟ وهل حقا انك انت وجورج والضيف احمد اخرجتم بنفسكم المسرحيه التي اخرجها لكم لانقاذها من الفشل؟ الحاجه لولو حمدان، الامارات العربيه. لا انا الحقيقه مش متذكر ابدا ان في اي عمل مع الاستاذ جلال الشرقاوي بالذات ويفشل. هي الاستاذ جلال الشرقاوي من اعظم واكبر واقوى مؤلفينا، قصدي مخرجينا في المسرح يعني. وانا عملت معاه مسرحيه زمان كانت جميله، افتكر انت كنت معانا في انت اللي قتلت عليه وافتكر كان في مسرحيه تانية بس مش متذكر اسمها. بالعكس ده انا الاستاذ جلال الشرقاوي يعني بتمنى ان احنا نتقابل، وجت اكتر من فرصه بس الحظ ما اسعدناش يعني. ان شاء الله هنتقابل مع الاستاذ جلال الشرقاوي. بس سمير الاستاذ جلال نفسه هو اللي قال ان انا كنت بشتغل مع الثلاثي وكل حاجه، ولكن ما كنتش عارف جمهورهم نوعه ايه، وما كنتش عارف يعني ايه اللي ممكن نقدمه جديد مع الثلاثي، فانا اخرجت بطريقتي وفوجئت ان الجمهور ما كانش بيجي. وبعدين رحت مره كده لقيتهم حطوا الطبله وقالوا برضو زي الحاجات اللي سخنا المساء. وعلى فكره تاني الروايه دي اللي اشتغلت فيها. يمكن هو يمكن كان الاستاذ جلال الشرقاوي انت اللي قتلت عليه، بس هو يمكن لو انت فاكره مدام صفاء ان ما حصلش توافق بينه وبين جورج في الفتره الاخيره يعني. حصل خلاف بينهم انا مش فاكره سببه ايه.
انما كنا ان احنا غيرنا في المسرح بطريقتنا وبتاع. حتى هو نفس الاستاذ جلال دلوقتي حاليا في مسرحياته اللي بتعرض حاليا غير اللي كان بيعملها زمان. يعني دلوقتي تلاقي الرقص والغنى والهزار والضحك والممثل بينطلق من عنده ويقول بس احنا في العصر وقتها يمكن كان صعب. يعني ساعتها هل هو كان يرضى ان انت تعمل ده؟ لا احنا كنا بنخاف منه اول ما يجي نرجع الروايه زي الاول على طول. يمشي مننا تروح الطابله داخله. سمير انا فاكره في الروايه دي مره من المرات كان بيمثل معانا الفنانه الكبيره زوزو شكيب وكان معانا الفنانه ايضا الكبيره دريه احمد. ايوه. وكنتوا انتوا واقفين في محاكمه. أيوة. في قلب القفص. أيوة. 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 السجن يعني. حصل بتحاكموا بقى عشان عيليه ولا هو انا. ايوه. وبعدين كان عادل نصيف واقف يترافع ويعمل وكذا وبيقول خطبه طويله عريضه. رحت انتوا واخدين السجن وخرجتوا وسبتوا المسرح. لا في حادثه كمان لو انت فاكرها. كانت مدام دريه ربنا يديها الصحه كانت جاي شاريه بلطو جديد. ايوه. انا رحت داخل المسرح وحطاه في الاوضه. رحت داخل المسرح بالبلطو اللي هي جايباه لابسه. ففوجئت هي بالبلطو ما نطقتش ما كلمتش. وكانت مدام فوزيه ابراهيم كمان. أيوة. جات لها هيستيريكال في الضحك وحصل حاجات مش عايز اقولها. بس ما كانش موجود الأستاذ جلال الحمد لله وقتها. أنا فتاة أعيش بالأسكندرية التي لا أدري لماذا لا يزورها كثيرا نجمنا المحبوب سمير غانم. انت ما بتروحش اسكندريه سمير؟ لا لسه كنت قريب هناك بس يمكن ساعتها بقى. كنا بنعرض المسرحيه هناك. ولقد قرات له تصريحا قال فيه انه اضطر لعمل 50 فيلم مقاولات من اجل انقاذ اخي اخي من مرض الفشل الكلوي. مع احترامي الشديد يا سيدي الفاضل اشعر ان هناك مبالغه بعض الشيء في هذه القصه. ولماذا لم يكونوا 5 أفلام أو 10 ولكن 50 فيلما؟ ده بمزاجك أنت بقى. ولماذا لم تفكر في الإنتاج السينمائي؟ هل نحتفظ في مكتبتنا السينمائية تحتفظ في مكتبتنا السينمائية ولو بفيلما واحدا لسمير غانم؟ والله خسارة أن تضيع هذه الموهبة في أفلام المقاولات. تقبل تحياتي سارة محمد أديب الإسكندرية. وسارة كلامها مظبوط بس طبعا في نشر المرض يعني 5 أفلام ما يكفوش في الفشل الكلوي بعيد عنك. لا. مش اقل من 100 فيلم يكفوا فشل الكلوي طبعا شغلانه يعني. بس يعني امجاز انا قلتها كده من زمان يعني بس كويس ان هي حافظاها يعني. بس هي انا برضو عايز اقولها كلمه ان حكايه افلام المقاولات اللي بيقولوا عليها دي انا لست معترف بان في حاجه اسمها افلام مقاولات. الفيلم السينما بيعمله المنتج عشان يكسب في الاخر. ما هو انت بتقول يا سمير هي بتقول من خلالها ان انت قلت كده قلت ان انا عملت حوالي 50 فيلم مقاولات. طب ليه لما انت مش معترف؟ انا عديت انا ما اتذكرش ان انا قلت 50 فيلم وما قلتش كلمه مقاولات. انا كنت بتكلم على المقاولات على ان انا مش معترف بحكايه المقاولات دي يعني. يعني لدرجه ان انا بقول دلوقتي تايتانيك فيلم مقاولات. يعني ايه مقاولات؟ ما اصل ايه مقاولات؟ ما انا بنتج الفيلم عشان اكسب فيه. صح. يبقى انا بقيت مقاول اوتوماتيكلي يعني مش ممكن اعمل فيلم عشان اخسر فيه. لا طبعا. وثبت كلامي دلوقتي في الوقت اللي احنا عايشين فيه. نعم. حاليا في فيلم نزل بسيط جدا وما فيهوش حاجه وخفيف قوي كسر الدنيا اللي هو صعيدي في الجامعه واسماعيليه رايح جاي. بساط قوي الفيلمين وعملوا ايرادات خرافيه. يعني نسيبنا من حكايه المقاولات دي والحاجات دي. السينما ماشي مرة تطلع مرة تنزل بس ما حدش فاهم لها حاجة. يمكن هم قصدهم المقاولات يعني ان الفيلم مش على مستوى عالي يعني يمكن حكاية يمكن جايز بس انما المقاولات لا الفيلم السينما صناعة. صناعة ما دام صناعة يبقى فيها مكسب كل حاجة يبقى فيها مقاولة. يعني ما فيهاش حد بيعمل فيلم عشان يخسر فيه. لا طبعا. وفي افلام لها قيمة جدا وعظيمة جدا وجابت زيت جابت هوا. مفيش ما نجحتش مية ما نجحتش ولا داعي لذكر اساميه وفيها نجوم لا زي ما حصلوش خلاص مش نزل خلاص. ايوه في افلام يعني. طب انا هقول لك حاجه. نعم. كان في اسماعيليه راح جاي وجنبيه المصير بتاع يوسف شاهين. ايوه. وباعتراف يوسف شاهين اسماعيليه راح جاي كانت ايراداته قد المصير 4-5 مرات.
اذا خلاص بقى ما بقاش في سيستم معين نقدر نمشي عليه عشان نقول الفيلم ده هينجح. لا الفيلم بينجح بفضل ربنا سبحانه وتعالى ونعمة بالله. ونعمة طبعا بالله. صحيح. صحيح. احنا بس نعمل اللي علينا مقاولات بيت اي حاجة الفيلم ينجح وخلاص. السيدة الفنانة صفاء أبو سعود، خالص تحياتي وتقديري لك ولفنك ولضيفك الفنان الكوميديان الوسيم سمير غانم. انت عملت حاجة في الكوميديانات ودي برضو الواحد يقولها ويحطها نقطة، ان انت عملت لنا الكوميديان الوسيم. الحمد لله. دي برضو نقلة حلوة في الكوميديا. اروع من جعلنا نضحك من قلوبنا وبسهولة ممتنعة وبلا فلسفة او حزلقة، واحييه على ثقته بنفسه. وأتصور أن كل فنان يظهر اليوم في ساعة صفا هو أكبر دليل على أننا ليس على أنه ليس لديه ما يخشاه أو يخجل منه. طب. وأنه قوي لدرجة أنه يواجه جماهير هذا البرنامج التي تعشق سؤال ضيفها بصراحة. أحييك يا سيدتي على امتلاكك لهذا القدر من الدبلوماسية التي تضعك في مصف المذيعين العالميين. أشكرك جدا، بس على فكرة أنا مش مذيعة برضو. فنانة. أنا فنانة أكتر. وأنا مواطن قطري. أسفة، أشكرك بقى إن أنا قلت أشكرك. وأنا مواطن قطري أعيش هنا في باريس منذ حوالي 20 عاما، وزوجتي جزائرية. وعلمنا مؤخرا أن نجمنا سمير غانم كان يقوم بعرض مسرحيته الجميلة بهلول في اسطنبول. وكدت أنا وزوجتي أن نقرر عمل أجازة سريعة لمشاهدة نجمنا المفضل والترحيب به في قطر، لولا أنني علمت أنه ما كاد أن يصل إلى قطر إلا وقرر أن يرحل بمسرحيته فورا عائدا إلى القاهرة غاضبا من قطر وجماهير قطر التي يعشق شعبها مصر والفن والفنانين المصريين. بالله عليك يا أخ سمورة، ولنا ولنجمتنا الجميلة صفاء أبو سعود ماذا حدث؟ وليد عز الرجال باريس. هو لا هو هو لغاية دلوقتي أنا مش فاهم إيه اللي حصل بالظبط، بس طبعا أنا من عشاق قطر وجمهور قطر وليا جمهور هناك جميل، ورحت الدوحة دي زمان قبل كده، عملت فطوطة هناك. أيوة. فلازلت أتذكرها يعني شوف من يعني كان بقالي حوالي فوق 20 سنة ما روحتش. فكنا رايحين فعلا وإحنا سعداء، بس حصل هو إيه المتعهد نفسه اللي هو اللي واخدنا، هو راجل دمه خفيف جدا. هو سوداني نوبي بس لذيذ جدا. بس جماله إنه مش فاهم حاجة خالص. يعني ايه؟ يعني نقول له ما عملتش دعايه ليه؟ قال ما انتوا موجودين بقى خلاص، انتوا اللي اعملوا دعايه انتوا. يا حبيبي طب التلفزيون؟ قال هنا ما حدش بيتفرج على التلفزيون، كله بيتفرج على الدش. قال طب وبعدين؟ قال انتوا هتتلاقوا في برنامج كل قطر يشوف. طب بس الوقت متاخر دلوقتي، لسه هنطلع في برنامج. تاني حاجه كانت المسرحيه معموله في مكان سينما، سينما كلها معروفه للهنود. فالاسم المسرحية محطوط افتكروه فيلم هندي بهلول في اسطنبول. قال لك ده فيلم هندي. لا بس اكيد قاريين يا سمير الجمهور قرا. بس حصل الغلطة من ايه؟ الغلطة ايه؟ ان قبلنا كانت بتعرض فيلم الزعيم. فيلم الزعيم. فلما الزعيم اللي هو ايه؟ فيلم عادل امام. مسرحية عادل امام نزلت سينما هناك. فلما نزلت بهلول في اسطنبول قال لك ده كمان فيلم. مش مسرح. فالوقت كان ايه؟ كان ضيق بقى ان ايه نبتدي نجهز تاني، وانا صعبان على راجل عنده تكاليف رهيبه. كنا قاعدين كلنا في اوتيل 5 ستارز، والحقيقه الراجل ما تاخرش علينا في حاجه، بس كمني ده اول عمل يعمله. ما عرفش يظبط المسائل، وما عرفش ياخد راي الناس كويس. يعني لو خد راي ناس اصحابنا هناك كانوا وجههم مظبوط، فلقينا ان المساله متاخره قوي ان احنا نعمل، بالذات لان كنا مرتبطين بالكويت. فكان لازم نرجع عشان نروح نعرض في الكويت. ورحنا للكويت طبعا، ما شاء الله المسرحيه كسرت الدنيا. بس الدنيا سمير انت كنت اكيد عامل حسابك ان انت هتخلص قطر وبعدين تروح الكويت. حصل بقى معايا طبعا الفنانه الهام شاهين، ومعايا المسؤولين من الفرقه اصحاب الفرقه، ومعايا المخرج. فبرضه الناس دول لازم لهم راي يعني. فقال لك احنا لو اتاخرنا ما نعرفش بقى الظروف ايه، ولسه هنعمل دعايه تانية، ولسه يعني رحت لقيت مفيش وكلنا تعرف حضرتك عشان داخلين على رمضان ومرتبطين بمسلسلات.
فكان الوقت بالنسبة لنا هايل ان احنا نرجع نكمل شغلنا. ما صدقت انما كان فعلا يعني بس لنا لقاء تاني باذن الله لو لينا عمر. سمير نكتفي بهذا القدر من ال... يا ريت. وتاخد الجوابات بقى وانت ماشي. اخدها معايا وانت ماشي هتديها لك. اه وانا ماشي. اه اتفضل. اتفضل. رد عليا بصراحة وأنا ولو إني عارفة ردودك. بعد 14 سنة جواز إيه رأيك في الجواز؟ وبصراحة سؤال غير متوقع؟ لا لا متوقع. أنا مش هتكلم. ليه؟ هرد صامت بس. يا سمير حلو. الجواز ايه؟ اعمله كده اديها اقول حلو. يعني كده حلو. اه حلو. اه خلاص ما كل المتجوزين هينبسطوا من هيفهموا التعبير. آه طبعا. لا هو بلا شك الجواز زي اي زي يعني يعني اي حياه يعني فيها الحلو وفيها الوحش بلا شك يعني. بس هو الزوج الشاطر اللي هو يمشي المركب ما يكعبلهاش وما لاي حاجه. في ازواج يقلبوا نكد كده بلا داعي. اه لا خلاص الحياه مش مستاهله. طالما الواحد اتجوز خلاص. اه وبقى في اطفال خلاص. اه خلاص نو واي يعني. ما يكبرش المساله. لازم الحياه تمشي والدنيا تمشي عشان دول يعني يكبر دماغه. يكبر دماغه او يشتري دماغه. يشتري دماغه. انا بشتري دماغي بكام ما اعرفش. يعني انت بتشتري دماغه. الحمد لله في حاجات الجواز دي. في عمرك الفني الطويل اتشهرت بانك انت بتقدم الوجوه الجديده او بمعنى اخر وشك حلو على كل واحده وبطله تشتغل قدامك. بتبقى نجمة على طول بعديها. بس لن يتكرر العمل معاها ليه؟ السبب؟ ومنهم مثلا مدام صفاء أبو السعود اشتغلت موسيقى في الحي الشرقي وكانت من أحلى الأعمال مع بعض، ليه ما كررتهاش؟ يمكن أنا عشان ظروفي أنا متجوزة لا طلعني أنا برا الاستنامة. حقيقي اكتشفت نجمات كتير جدا وقدمتهم. فإيه سبب عدم تكرار العمل معاهم؟ ولا هم اللي بي في النقطة دي ما يعني ما ببصش اللي عملي تكرار للنجمة. بالعكس أنا ببقى سعيد لما نجمة بشتغل معاها وتصعد بعد كده وتبقى هايلة. لو جات ظروفنا اشتغل معاها تاني ببقى سعيد. يعني ما بعملش ارتباط معين يعني. طب يعني حكاية صدفة انه ما بتكررش التعاون دي صدفة؟ صدفة. اه بس لا اكثر ولا اقل. بس انا اعتقد ان انا وانت اشتغلنا كتير سينما كمان بعد ما سيبنا الفرقه. احلى افلام. اشتغلنا سينما انها مع بقيه البطلات. اه ما اعتقدش انك اشتغلت معاهم. ما كررتش. مش هي بتقول لك ايه الحكايه؟ هم اللي بيهربوا يعني مش... إيه؟ هم بيخلعوا وهي بتقول لك كده؟ لا اطلاقا يا اما انا اللي بخلع. ممكن تكون بتخلع انت. لا ابدا. لا 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 بس هو الحقيقه ان انا النجمه بشتغل معاها ممكن مسرحيه ممكن مسرحيتين. اه ما افضلش الثالثه. ليه بقى سمير؟ لان نجمه جديده بتديني انا حياه جديده بتديني روح تانية. انت متقلب المزاج يا سمير؟ لا مش متقلب المزاج بس ده عشان بالنسبه للجمهور يعني. انا لما عملت مسرحيتين مع دلال وهي زوجتي والجمهور عارف ان دي مراتي. وكان من الصعب جدا ان انا على المسرحيه اقنع الجمهور وقتها ان دي مش مراتي على المسرح. ودي صعبه جدا. طب ما فؤاد المهندس وشويكار كانوا متجوزين وكانوا بيشتغلوا كتير. بس مش كل المسرحيات كانت ناجحه. يعني كانت انجح مسرحيه انا وهو وهي وكانوا لسه ما اتجوزوش.
لو تلاحظي انا جيت في فارس بني خيبان وجت دلال وكانت رائعه في المسرحيه لان كانت في مواقف مشاهد غزل بقف اتغزل فيها فازاي انا هقنع الجمهور وانا بتغزل في واحده وعارفين ان دي مراتي فكانت العمليه صعبه جدا يعني بس برغم هذا الحمد لله نجحت المسرحيتين بس ما جاتش ظروف ثانيه انا اشتغل مع دلال يعني ليه ما جات لك مسرحيات كان في ادوار تصلح لدلال كانت تصلح لدلال يا اما كانت هي تبقى مشغوله لاني عملت مسرحيات برضو لوحدها عملت مسرحيتين لوحدها وبتبقى مشغوله في المسلسلات مشغوله في افلام يعني ما بتدخلش في شغلها اطلاقا سمير بما انك وقفت قصاد زوجتك ووقفت قصاد بطلات ما لهمش علاقه بيك انا هو اللي بتفضله كسمير غانم الممثل بقى ان انا اشتغل مع واحده مش زوجتي شوف حاجة في أرشيفك أشوف في أرشيفي كتب مقال الأستاذ عصام بصيلة مرة في الأخبار بتاريخ 27/1 سنة 82 قال سمير غانم مثله الأعلى سمير صبري يحاول جاهدا أن يحاكيه في كل شيء التمثيل الرقص الغناء تقديم البرامج حتى الباروكة وسمير صبري عرفناه هكذا منذ سنوات كنت أتمنى من سمير صبري من سمير غانم أن يقلد عادل إمام الذي كان هدفه الرصيدين معا المال والنجاح والاثنان في خطين متوازيين أما سمير غانم فكل همه جمع المال فقط ايه تعليقك على الحكاية دي وعلى الأرشيف أنا يعني فاكرها كده زي الحين فاكر ان انا قريت دي برضو وقتها وبعدها قعدت كتير مع الأستاذ عصام وما جابش سيرتها يعني انا ما علقتش عليها ليه ما اعرفش هل انت تقدر تعلق على لا انا هقول لك يا سمير بيقال انك انت فعلا بعت رد على هذا المقال واتنشر في الجورنال لا مش دي بقى مش دي لا مش دي لا دي لا 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 مش دي انا بعت رد وكان طب في صوره عندنا للرد في الارشيف ثانيه واحده كان كان ما كانش بقى كان الكلام اللي كان قال وقتها ان افتكر كان قال مونولوجيست ويقوم في ام اللوجات على المسرح وحاجه كده ما جبتش حكايه سمير صبري دي او بتاع لا 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 كانت حاجه كده ففوجئت بقى بحاجه غريبه مكتوبه عليا ففعلا وكان اللي كتب الرد وقتها الاستاذ فايز حلاوه بالظبط كده بكلمه وبتاع قال لي ايه ده قلت له ما اعرفش ايه انفعل الاستاذ فايز انفعل الاستاذ فايز وكتب الرد وحتى انا وقتها رحت الاخبار لان فوجئت بايه حاجات غريبه جدا فرحت الاستاذ موسى صبري الله يرحمه ودخلت له ما انساش وقتها ضحك كده وقال انا عارف انت جاي ليه فقالها لي باللفظ قال يعني انا لازم حد بقى يشتمك عشان تجالنا الجورنال قلت له لا خلاص ما دام انت قلت لي كده خلاص يعني بقى قال لي لا معاك ايه؟ قلت له لا انا كنت كاتب رد قال لي لا هات ونزله بهذا اللفظ فنزله ده اول مره في حياتي ارد يعني عصام صاحبي وحبيبي وعسل بس يعني بس انا لقيت الكلام ما اناش فاهمه جمع المال ففي ساعات كده بس كانت سنه 82 ايوه بس تبدج انه كلام فيه هجوم مش نقد ما انا بقول لك بالظبط كده لما احس ان الكلام فيه انفعل ودي المرة الوحيدة اللي انفعلت فيها في حياتي. طب ايه السبب اللي انا عايز لا اعلم لا اعلم ويمكن حتى وقتها عصام بوصيلة حتى لو اتسأل وقتها كان بيقول كان مش عارف انا قلت ده كده ليه. استاذ سمير غانم انا بتهمك انك انت السبب الرئيسي في فركشة فرقة ثلاثي اضواء المسرح لانهم قدموا اعمال مسرحية متميزة من طبيخ الملائكة وحتى المتزوجون وبعد كده ما قدمتش المسرح بنفس قوة المسرحيات اللي كانت وقت فرقة الثلاثي تقولي ايه؟
اقول لك يا ستي ولا تزعلي وهرجع الثلاثي تاني. ازاي؟ معرفش. لا ايه فابيان، اصل ده الحل السريع في الاجابه في حاجه زي كده. بس كنت انا مهتم بفركشه الثلاثي، لا هرجعه. طب انت كنت وراء فركشه الثلاثي؟ اطلاقا اطلاقا. الثلاثي من يوم وفاه الضيف اتفركش. خلاص دي حاجه ماليش يد فيها بقى. بعد وفاه الضيف الله يرحمه اتفركش. طب انت وجورج ما كونتوش ثنائي بعد كده؟ ما بتقدرش تقولي ثنائي. طب ليه اسم؟ لا خلاص بعد ليه؟ ممكن يعني بقايا الثلاثي. يعني واخد بالك ثلاثي كثلاثي لازم يبقى ثلاثه. وبعد موت الضيف اتقدم لي يجي 1000 واحد. وشبه الضيف بالكربون. رفضت لان الضيف كان روح. لانه روحه مش موجوده في اي حد من دول. فشقينا طريقنا انا وجورج ونجحنا. الحقيقه انا بشوفه ما بملش اطلاقا من ان اتفرج عليه، وبحبه جدا، وبيخليني اقعد اضحك بشكل فظيع خالص. واهم حاجه بتميز سمير الاكسسوارات اللي بيستعملها في التمثيل، بتبقى اكسسوارات غريبه وبتفاجئك وتخليك لازم تضحك. وبعدين عنده الجمله الكوميدي عنده بسيطه، يعني يمكن احنا بنقولها في حياتنا، لكن طريقه القائه ليها وانك انت ما انتش متوقع ان يبقى الرد بهذا الشكل فبتخليك تضحك. امتى نشوفك في مسرحيه جديده تخرج بيها عن الشكل اللي انت بقالك فتره طويله شغال بيه؟ اي سمير، ايه رايك في اللي قالته مدام انعام سلوسة؟ طبعا بشكر مدام انعام، على فكره من الممثلات اللي انا بحب اشتغل معاها. اشتغلت معايا مسلسل اخيرا كانت ظريفه جدا جدا جدا، وكانت برضو بتقف تضحك يعني في وسط الشغل معانا يعني. فكون هو الخروج عن الاطار، بالعكس انا يعني بس ساعات الناس بتقلها ان هو نفس الاطار اطلاقا. انا نفسي بمل يعني، ان انا ده انا ساعات باجي اعمل مثلا حاجه دلوقتي يقولي فاكر المشيه اللي كنت بتمشيها والنبي امشيها. يا عم امشي ازاي دلوقتي؟ دي حاجه من 30 سنه. لا يعني ان شاء الله اوعدها ان في حاجات جديده حلوه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. سمير في ليك فاكس هنا احب اقراه لك. النجم العزيز سمير غانم، شاهدت لك مسرحيه من اخراج المخرج حسين كمال، وكنت اتصور انني سوف اشاهد سمير في ثوب جديد نظرا لتميز المخرج الكبير حسين كمال، لكني لم أرى ما توقعته. لا أدري هل حقا حدث خلاف بينك وبين المخرج حسين كمال نتيجة لإصرارك على عمل بعض التعديلات الجوهرية والخاصة بالإخراج، ولماذا انسحبت دلال من هذا العرض؟ هل لخلافها أيضا مع حسين كمال؟ تقبل تحياتي راشد سعود المهدي، الرياض. هو يقصد يمكن مسرحية أنا والنظام وهواك. أي. المسرحية دي أولا من المسرحيات الوحيدة في حياتي اللي كتب عليها النقاد كلام رائع ما تكتبش عليا في حياتي على هذه المسرحية، بس للأسف ما خدتش النجاح الجماهيري المطلوب لسبب، لأن دي كانت آخر حاجة كتبها الله يرحمه صديق والأخ مؤلف سيناريست عبد الرحمن شوقي. كان خياله جمح في حاجة أكبر من الموجود، يعني إيه؟ خياله سرح في فكرة عالمية، فكرة جديدة، إن في ناس تنزل من كوكب تاني عشان تصلح الحال في الأرض. ده كلام جميل. التنفيذ هنا ما كانش هو المطلوب. وحتى نفس الأستاذ حسين كمال ما لقاش برضو المطلوب في هذا الانتاج. يعني دي كان المفروض انتاج خرافي. اوكي المنتجين عملوا يعني اللي على قدهم. الخيال ده كان عاوز، واحنا مسرحيات الخيال عندنا لا تنجح في مصر. دي ثبت، وعشان كده كان كلامي مع المؤلف الله يرحمه في الاول بقيت اقول له استاذ عبد الرحمن دي صعب انها تمشي تطلع بالشكل مهما عملت. يعني في حاجات بتنزل من الطبق الطاير وبتاع، عملنا اللي نقدر نعمله. واخد بالك؟
بس ما وصلناش للي احنا كنا عايزين نعمله، عشان كده خليت المسرحية دي سنة واحدة وأوقفتها على طول. ورحت داخل ببهلول في اسطنبول. إنما وكالدلال فعلا مفروض هتشتغل الأول. هو حصل زي شبه سوء تفاهم بينها وبين الأستاذ حسين كمال. أنا برضو مرضتش أتدخل، لا أضغط على الأستاذ حسين ولا أضغط على دلال. طب كان سبب، كان ممكن، طب سوء تفاهم اللي كان بين دلال وبين الأستاذ حسين كمال بسبب إيه؟ اختلاف في الرقصات في الاستعراضات. لأن هي اختارت مصمم معين كان اشتغل معاها قبل كده في المسرحية وكان حطها في الصورة المناسبة، فطلبت إن ده يكون موجود، فالمخرج من حقه يرفض. قال لا أنا محدش، يعني هو خدها الأستاذ حسين على محمل إن هي بتفرض عليه حاجة، بالعكس سنة يعني. فلقيت المسألة كده، فرحت أنا سحب إيدي منها، فدلال قالت لي أنا ماشية. قلت لها خلاص، أنا كان ممكن أضغط عليه طبعا، طبعا كان ممكن أقولها أشتغل وكانت مش هترفض. فبرضو عشان العمل يمشي، وكانت لسه أول مسرحية في هذا المسرح تبدأ، ما رضيتش إيه. وكان في وقتها كمان الأستاذ عبد الرحمن هو من المؤلفين المتعصبين جدا يعني، يعني كان موجود في الحكاية وبرضو يدخل هنا ويدخل، فكانت في قلق كده كتير، فكان لازم المسرحية تطلع على طول. بس أنا يعني بقولك فوجئت بكلام النقاد رهيب. بس بيقال إن كان حصل خلاف بينك أنت كمان وبين الأستاذ حسين. لا إطلاقا، وأنت صرحت في أحد الجرائد. لا 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 لا، ولومت حسين كمال أنا، وقلت إنه خدعني أنا. لا 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 لا، أنا كنت بس لا لا انا هو النقطه الايه، ان الاستاذ حسين وقتها انشغل بمسرحيه تانية. ايوه، لمسرحيه الفنانه ليلى علوي. فطبعا من الصعب ان مخرج يبقى ماسك يعني، ممكن في السينما انما مخرج يخرج مسرحيتين في وقت واحد دي عايزه طاقه، بيبقى فيها تشتت. يعني لو كان حصل ان في تركيز من الاستاذ حسين، تركيز معين للمسرحيه معانا، كانت خدت شكل تاني. خد بالك يعني اذا برضو كان في تقصير كان في يعني. هو دي انا قعدت فيها مش الاستاذ حسين، قعدت فيها اصحاب الفرقه، لان هم اللي شغلوه بمسرحيه تانية. طبعا مش هو يعني. لا 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 لا. طب نشوف شاشتنا برضو سمير تاني، لسه شغاله الشاشه شغاله دي مش هتبطل. طب بلاش بلاش شاشتنا. ده في اتهام بسيط جاي لك كده، بس هحطه لك برضو على الشاشه. مش مشكله، اتفضل بالشاشة. اتفضل. سمير غانم ملوش أي ادعاءات فكرية ولا سياسية ولا اجتماعية، ولا له دعوة بالحكاية دي، ولا له فلسفة معينة. إنما هو سمير غانم هو مضحكاتي، وهو ما بيدعيش غير كده. هو فرسير بيضحك طوب الأرض، وده يمسته وده إبداعه، والراجل ما بيقولش غير كده. اللي أنا ملاحظه عليه إنه بدأ يتجمد في السنوات الأخيرة، والناس بتزهق بسرعة، أو مش بتزهق، إذا 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 استخدمنا التعبير العلمي بيحصل لها درجة تشبع، ساتوريشن، تبقاش خلاص اتشبعت بده، فهي عايزة تشوف الغير، سواء الغير الشخص أو الغير العمل اللي بتعمله. يعني المتفرج النهاردة محتاج منك يا سمير انك تضحكه بوسائل مختلفة غير اللي ضحكته بيها قبل كده، او هتدي لك ظهرها وتمشي تدور على غيرك بيضحكها باساليب اخرى. ساعة سفر. هاي سمير. انا لا، ما الكلام ده احنا اتكلمناه برضو. يعني لو لاحظي الكلام اللي قاله الاستاذ جلال وكلامه مظبوط طبعا. بس هو احلى كلمة قالها انه بيضحك طوب الارض. فما دام اللي بيضحك طوب الارض ده هيفضل يضحك طوب الارض للنهايه، ازاي ما نعرفش، بس هو هيفضل يضحك طوب الارض. طب هو بيقول لك إيه انك انت تجمدت. وانا تجمدت فعلا من البرد يعني حاليا دلوقتي. وانا كمان هو انا كمان من البرد. تجمدت من البرد. انا كمان تجمدت من البرد. لا بس احنا فعلا عايزين نعرف. هل صحيح انت تجمدت؟ تعتقد؟ مش عارف والله. انا يعني اللي بشوفه ان الحمد لله، يعني انا اول ما بعملش شغل كتير. بعمل شغل قليل قوي. أيوه. ومركز. أيوه. يعني يمكن اخر حاجه هو المسلسل بتاع فطوطه ده، ودي لعبه صغيره انا لعبتها كده، ما اعتبرش ده مثلا عوده للشاشه ولا. لا، في حاجات
ان شاء الله كويسه. انما ايه حاجه بسيطه كده، بفكر ناس بشخصيه ظريفه حبوها. ايوه كانت متعطله بقى لها 14 سنه وممكن تاخد لها يعني تاخد سكتها، ماليش دعوه بيه فطوطه، انا ماليش دعوه بيه، ما اعرفوش. انا بحبه بس ماليش دعوه بيه. يعني سموره ده حاجه تانية. بعد المسرحيه الجديده ان شاء الله وبفكر لها كويس قوي يعني. في وسط طبعا مولد المسرح اللي موجود، لان في نهضه مسرحيه كبيره قوي عندنا زي ما انت شايفه في مصر. فرق ما شاء الله كتيره قوي ونجوم كتير قوي. فالمسرح اللي هو بيتي مملكتي طبعا بجهز له. وانا على فكره كان المفروض التقي مع الاستاذ جلال الموسم ده والله. واتصل بيا الحقيقه، وكان نفسه، انا كان نفسي اتعاون معاه، بس الناس اللي انا معاهم تمسكوا بيا جدا. ده حقيقي يعني حصل اتصال فعلا. استاذ جلال وقال لي انت هتعمل ايه الصيف اللي جاي؟ قلت له انا مرتبط يا استاذ جلال حقيقي. يعني نقدر نقول دلوقتي ان انت اعتذرت عن اخر عمل عارض عليك من جلال الشرقاوي استاذ جلال؟ اعتذرت لانشغالي مع الفرقه الحقيقه، يعني الارتباطي بالفرقه معايا. انما انا في رايي ان هو جلال الشرقاوي من احسن المخرجين المسرحيين الموجودين عندنا في الساحه. يعني اشتغلت معاه زمان بس ما اشتغلتش معاه دلوقتي، لان هو دلوقتي حتى يعني تطور اكتر كمان، ما تجمدش. طب سمير بسألك سؤال، انت بريت؟ انا نشفت. تجمدت؟ نشفت. بسألك سؤال صغير واسيبك تتدفى. يا ريت. ايه السؤال اللي تحب توجهه دلوقتي لشخص معين؟ مين هو الشخص وايه هو السؤال؟ سؤال اوجهه لشخص ولا تخلي سؤال اوجهه لاشخاص كتير؟ اشمعنى؟ لا احنا عايزين حاجه سبيسيفيك، حاجه يعني مخصصه كده. سؤالي اللي هقول لك ما عنديش سؤال اوجهه لشخص ولا لسمير غانم معين. ممكن اسال سمير غانم، يعني اقدر اقول له انت ايه اللي مخليك قاعد لغايه دلوقتي في وسط الزقعه دي؟ اخسر سمير. لو لان البرنامج جميل ما انا بصلح.